الشراكه الاقتصاديه والتجاريه بين اسبانيا والمغرب مستوى عالي. اليوم احنا في اطار تطبيق خريطه الطريق اللي اتفقوا عليها سيدنا الله ينصرو ورئيس الحكومه الاسباني خلال زياره اللي قام بها في شهر ابريل 2022. هذه خريطه الطريق كتنص بان على تقويه العلاقات بين البلدين في اطار متبادل وفي احترام تام وفي اطار ايضا الصداقه والصدق بين البلدين. هذه العلاقات بين اسبانيا والمغرب، اسبانيا اول شريك تجاري ديال المغرب منذ اكثر من 5 سنوات، وهذه الشراكه والمبادلات التجاريه كتقوى بنسبه عاليه ضعفات خلال 10 سنوات الماضيه، وفي هذه السنه 2022 زادت اكثر من 20% مقارنه مع سنه 2021. شراكه متوازنه وفيها ايضا قطب صناعي مشترك اللي يمكن له يكون من الاقطاب الاكثر تنافسيه في العالم. اليوم كنشتغلوا جميع باش نقويوا الاستثمارات المتبادله، باش نقويوا الاستثمارات المشتركه، باش نقويوا هذه العلاقات من اجل خلق فرص الشغل في المغرب وفي اسبانيا. العلاقات التجاريه والاقتصاديه بين المغرب واسبانيا ممتازه. إسبانيا هو الزبون الأول ونحن نستورد كل المواد من إسبانيا، فالعلاقات اليوم ممتازة، ولكن نود ونريد أن يكون هناك تحسن أكثر من ناحية الاستثمارات. فهذه نقطة مهمة، لأن إسبانيا اليوم تحتل المرتبة 5 من الدول التي تستثمر في المغرب، ونحن نريد أن يكون هناك تجاوب وأن تكون استثمارات مهمة في المغرب. وأيضا نطلب من الشركات المغربية إذا أرادت أسواق جديدة في أوروبا أن تذهب إلى إسبانيا وتستثمر في إسبانيا، ليكون عندها باب لفتح أسواق جديدة في أوروبا. نحن كمجموعة لينيو متخصصة في الطاقات المتجددة عندنا ثقة كبيرة في المغرب، أكثر من سوق محلي. بالنسبة لنا كمجموعة إسبانية كننظروا للمغرب كبوابة للدخول إلى أسواق جديدة في إفريقيا. اليوم بفضل ديال الدعم اللي كيعطي صاحب الجلالة الطاقات المتجددة والقوانين الجديدة اللي خرجت مؤخرا في البرلمان، غتعطي واحد الدفعة قوية هذا الميدان، وتخلي مثلا القطاع الصناعي انه يفكر يستثمر اكثر في الطاقات المتجددة. كذلك احنا كمجموعة موازاة مع الاعمال اللي كنقوموا بها في المغرب، كذلك لدينا مشاريع اخرى في البحث مع جامعات ومراكز مغربية، لان عندنا الثقة في الشباب والطاقات الوطنيه، وكنامنوا في التحالفات بين المغرب واسبانيا.